هذا المسلسل برعاية ترانسفير جالاكسي، اس اي مابلر، سناب دكتور. جدي قال لي إذا أنت أمير وأنا أمير، مين اللي بده يسوق الحمير؟ هلأ شو علاقة المثل بالقصة اللي بدي أحكي لكم إياها؟ ما بعرف، بس بصراحة المثل عجبني. قلت لك رح انبسط بالشغل، رح اتأقلم مع الطاقم الجديد. انتي شو رح تخسري؟ الحالتين حتكون فتوت اختبار إلك. إذا حسيتي حالك مبسوطة معهم رح تكملي، إذا حسيتي حالك مو مرتاحة، وأنا شخصياً بظن ما في حدا يكون حدك ويكون مبسوط، رح تنقطع السلسلة وترجعي دوري على شغل من أول وجديد. ستي قلتك، إحنا مو خسرانين شيء. أنا من زمان عندي رغبة إني أشتغل بمجال التجميل. هيك هلا خلصت الترم. راح اشتغل ونشوف. يا ستي مين ما بيحب التجميل؟ كل حياتنا تجميل بتجميل، من لبسنا للمكياج لماسكات الخيار. ايه بالمناسبة شوفي لي تحت عيوني خفف السواد، عم بستعمل كريم جديد لقلقلهم. اخ منك، انا بشو انتي بشو؟ ما اغلظك، اذا من هلا ما عم تضحكي كيف بعدين لكان؟ لا مو هيك الفكرة، الفكرة انه مخي مشوش، عندي قلق، بكرة اول يوم الي بالشغل. عرفتي مع مين بدك تشتغلي؟ هلا انا عملت بحث. ايه شو طلع معك؟ بالمشفى بيشتغل طبيبين جراحين. واحد عمره 40 والثاني المدير حوالين 60. يعني الاثنين مرتبطين، يعني ما في مستقبل لعريس. ستي انا ما رايحه اتجوز. ثانيا الاثنين عزابيه. ليش؟ ما بعرف، لا تسألني. بالمناسبة عرفتي شو بدك لبسي بكره اول يوم شغل الك؟ سارة يب Du, jag ville bara säga att jag går ner till OP och sen går jag förbi banken. Jag tror inte det tar någon längre tid för jag är tillbaka till lunch. Vet du vad? När du är på banken, lämna de här uppgifterna på den nya läkaren. Nej, jag har någonting annat att göra där. Va? Varför? Det skulle du kunna passa på att göra det. Ja, jag har tid men jag vill inte. Oj, okej, då så. Ja. Okej, hej. Välkommen Patricia. Vi ska se här. Ja, du har 10.30. Jo. Precis. Då kan du sätta dig här borta i vårt väntrum så kommer jag snart hjälpa dig. Tack så mycket. Tack. Välkommen till plastikkirurgikliniken och prata med Jessica. Gick det sönder? Nej, شغال ما شاء الله عنه. تعرفي اللي سوى هدلون مهندسين وهدلون مثل حكايتك ما بيفهموا بالجراحة ولا باللمسة الجمالية، ليك عم بحاول طور لكم إياه. Herregud, man kan inte lämna dig fem minuter. Låt det vara. Vet du hur mycket det kostade? Om du rör vid det, garanterar jag puff. شلون بدي اشرح لك يا هدلون آلات مثل البني آدمين، احنا في شيء عنا شيء خاص بشري ما فيهم احساس هدلون. حتى اقرب لك اياها، فنجان القهوه من الماكينه مستحيل يكون مثل طعم فنجان القهوه من ايد امي او من ايدك. نيران
Glöm inte att du är bara kirurg. Och du är här anställd som kirurg. Blanda dig varken i maskinerier eller klinikens policy. وشو دخل سياسة المستشفى الموضوع؟ دو فيت بريسيس بايو بروتر ان شاء الله اصدق على المريضة اللي هي يا بابا كيف لاتو جينيا؟ يا انت ليتا هدون زمني يا لاكرا هي دي باسيات يا Precis, onsdag 14.30. Då ses vi då. Jättebra. Tack så mycket. Patricia? Ja? Varsågod. Tack. Våning 4. Hej, vad hjälper dig med? Merhaba. Ismi Amani. Andi mokabela med doktor Svensson. Det är du som är den nya läkaren. Mazmut. Jag ska informera doktor Svensson, men du kan sitta här inne så länge. هذول السويديين مثل ما احنا العرب كانوا يعرفوا مين اللي راح ومين اللي اجى. ما ظل أنا غير واحد، ها؟ كان مفروض يكون اثنين. واحد بكل جهة. هلا ما ظل غير واحد. شو رأيك نحطه بالنص؟ ونشوف. يعني هيك سكر لي هيا ما صنعتنا يعني. نحطه بالنص ونشوف. أصلا شغلنا كله فن تشكيلي. بنجرب. وهيك الواحد بيركز نظره بالنص ما يصير يطلع مرة على اليمين ومرة على الشمال. الوان ظابطة الأصفر مع الأصفر حطوا مع اللون الأصفر كان المفروض يكون واحد هو هذا اللي طق كان لازم ينزل مع اللون الأصفر مع الأصفر النص فو إيه ده سو ما هنت جلابوس